هناك ضغوط كانت تمارس على كل من مصر والأردن يمكن خلف الأبواب المغلقة، خلينا نقول، وفي الغرف المغلقة لأجل تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، الفلسطينيين طبعا من قطاع غزة. هل برأيك هل يمكن أن تصمد مصر والأردن أمام هذه الضغوط التي يبدو أنها ضغوط كبيرة ورهيبة جدا دكتور نبيل؟ هي صمدت، يعني الذي فضح القصة طبعا هي من زمان مطروحة فكرة انه يعني التهجير للأردن تحت عنوان الوطن البديل والحل القضية الفلسطينية في الأردن وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء جورا آيلاند حتى تقسيم الخريطة كلها، هذا معروف الآن. الذي فضح الأمر كأحد أهداف الحرب الجارية الآن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي الذي قال لازم يروح الغزيين إلى سيناء ونحن نتولى بتجهيز منازل لهم، ويعني بمعنى أنه يستأجروا سيناء وحطوا الفلسطينيين فيها ويخلصوا من هذا الموضوع. طبعا عندما افتضح هذا الأمر، هذه القضية مش لا تولد إشكال في حال إصرار إسرائيل على المضي، هذه تولد حرب. تعرف ماذا يعني أن ترسل من الضفة مليون فلسطيني إلى الأردن؟ تغيير مجتمع وتغيير مش بس تغيير خرائط. وإذا نظرت أيضا إلى سيناء عندما يهجر الفلسطينيون انتهت القضية الفلسطينية وأصبح في عندنا مخيمات تحتاج إلى دعم إنساني وليس إلى قضية سياسية تحتاج إلى حل. لذلك أنا متأكد ما حدث بقصة التهجير، لأن الفلسطينيين أيضا في غير وارد ذلك. من يترك في بلده وبيته وحياته بتحمل حرب، بتحمل ضغط، بتحمل حصار، لكن لا يتحمل لجوء جديد. فلذلك نحن كفلسطينيين وإخواننا في الأردن وفي مصر ومعنا العالم العربي والعالم كله في حال ما أن يكون نشاط تعبوي جيد على هذا الصعيد، سننهي هذه القضية إلى الأبد. لا مجال للتهجير، المجال ينفتح بعد هذه الحرب على إذا أردتم شرق أوسط جديد هادئ مستقر، فلا مناص من أن تحل القضية الفلسطينية سياسيا بما يرضي أهلها، وإلا حضروا حالكم لصراع لا ينتهي. دكتور نبيل، أنت أشرت في مقال أخير إلى وصف عناق بايدن ونتنياهو من قبل الإسرائيليين بعناق الدب، وأضفت من عندك أنه عناق إسرائيلي الحميم وحاملات الطائرات تقول ذلك، يعني وأنت الآن تتحدث عن ضغوط عربية يجب أن تمارس من قبل الحكومات العربية على الولايات المتحدة الأمريكية، يعني كيف يمكن أن يتم ذلك في ظل هذا الدعم غير المحدود الأمريكي لتل أبيب؟ هذا الدعم الأمريكي لتل أبيب أفرز حروب لا تتوقف، وأنت تلاحظ ذلك سواء على الجبهة الشمالية حيث جنوب لبنان، أيضا على موضع غزة، الضفة الغربية، الضفة الغربية فيها حروب غير يعني تحت كثافة النار في غزة، لا أحد يتحدث بما يكفي عن الحرب القائمة الآن في الضفة، إغلاق مناطق، إغلاق محافظات، اعتقالات يعني بالمئات، قتل أكثر من 80 صار مستشهد في الضفة الغربية خلال حرب غزة. طيب الآن لما أقول عناق الدب، ما هو قبل شهر على الأقل قبل هذه الحرب كان بايدن قد أغلق أبواب البيت الأبيض أمام نتنياهو، وكانت نقطتين أساسيتين في الخلاف بينهما وهو تمرد الإدارة الإسرائيلية على الخط الأمريكي الذي كان يسعى إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وأيضا بالمقابل كان الجانب الأمريكي يؤيد الحراك داخل إسرائيل بشأن موضوع القضاء. الآن عندما حصل الذي حصل، الأمريكان جاءوا، نعم هم مع الدولة العبرية وليس بالضرورة مع الحكومات الإسرائيلية، مع الدولة العبرية اكتشف الأمريكان ويجب أن يكون الإسرائيليين قد اكتشفوا أيضا أنه بدون حاملات الطائرات وبدون القوة العسكرية الأمريكية المباشرة وضع إسرائيل صعب في الشرق الأوسط، ولا يجب أن تتطلع بعد الذي حدث من خلال
الجفاء الذي قام بينها وبين حتى الإدارة الأمريكية يجب أن لا تظل قادرة على حماية نفسها. الأمريكي الآن بعد الذي حدث يفترض بدل ما يظل يحكي لنا في حل الدولتين وهذه صعبة علينا، لا يجب أن يعمل بهذا الاتجاه، وإلا نحن لا نستطيع أن نتوقع من إدارة بايدن أن تقدم مبادرة سلام جديدة، ولكن نستطيع أن نقول أن الدولة العبرية تتغذى على الدلال الأمريكي وتمارس مذابح تحت هذا الدعم، وهذا إن لم ينتهي وإن لم يتوقف فكما قلت لك ولا أغالي الوضع في الشرق الأوسط سيظل ملتهبا إلى ما لا نهاية، وسيأخذ فيما يأخذ الكثير من المصالح الأمريكية. هل هذه الصورة التي يعني تصفها دكتور نبيل وتتطلع إليها هل يمكن أن تتغير جذريا إذا ما حدث اجتياح بري إسرائيلي لقطاع غزة؟ الأمر يتوقف علينا، إسرائيل لن تتوقف في حربها على غزة وإلا إذا منيت بخسائر جدية. دائما إسرائيل لا يهمها لا رأي عام ولا يهمها ضغط أمريكي ولا أوروبي، الذي يهمها بالأساس هو الخسائر التي تقدمها في أي حرب تخوضها أو تفرض عليها. وبالتالي نستطيع القول أنه حتى مهما كانت نتائج الحرب على غزة القضية الفلسطينية تبقى موجودة بحكم وجود 15 مليون فلسطيني بلا هوية بلا كرامة بلا وطن، الدولة الشعب الوحيد في العالم الذي ما زال تحت الاحتلال والشعب الفلسطيني. وبالتالي في تقديري أن إمكانيات القضية الفلسطينية الذاتية إمكانيات كافية لأن تديمها، ولكن بالتضامن مع العرب وبالعقلانية التي تؤديها من يسمي معسكر الاعتدال العربي، ممكن أن نصل إلى حل سياسي محترم للقضية الفلسطينية، ويبدو هذا هو الأفق الذي يتحدث عنه الجميع. طيب وفي ظل ذلك يعني الإسرائيليون يتحدثون عن أهداف يجب أن تحققها هذه الحرب، وهي القضاء على حماس وتقليص مساحة قطاع غزة، وكذلك فرض واقع جديد يعني منظومة حكم جديدة في غزة. يعني يا عمرو هو اللي بتقوله إسرائيل قدر؟ إسرائيل كثير كانت تدخل في معارك تظن أنها حسمتها لتكتشف أنها عادت إلى نقطة الصفر من جديد. أعطيك الأمثلة التالية، حرب 67 كانت انتصار ساحق وصور على أنه هزيمة ماحقة، لو نظرنا لما حصل بعدها حصل بعدها تطوير في إسرائيل، ولدت الثورة الفلسطينية بإمكانياتها وأصبحت وجاءت بعد ذلك حرب أكتوبر. وبالتالي يجب أن ينظر للأمر بشكل موضوعي، أنا لا أرى أن هنالك إمكانية لإسرائيل لأن تتقدم في هذه المنطقة إلا إذا رضي الشعب الفلسطيني. القضية الفلسطينية هي المفاعل الذي ينتج الخلافات والصراعات والحروب والاستقطابات في المنطقة. طيب أنت بدل ما تدخلنا كل يوم في حرب وكل شهر في حرب، تفضل هي المبادرة العربية للسلام أتت لك باعتراف عربي إسلامي شامل مقابل الدولة الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية، ما الذي يجعلك تمتنع عن ذلك؟ في تقديري لا، الإسرائيليون مهما حاولوا أن يفرضوا منطقهم فسيظلون كما قال نتنياهو شخصيا تحت السلاح إلى ما لا نهاية. إذا هيك بتوفي معاهم هذا يعني أن العالم الذي يدعمهم في هذا الاتجاه يريد اشتعال دائم في الشرق الأوسط. العالم بدأ يدرك أن الحل السياسي للقضية الفلسطينية يجب أن يتفوق على الحل الإنساني والاقتصادي والأمني. هذه الحلول التي تداولها الأمريكيون كثيرا فترة سابقة كلها أدت إلى مزيد من الحروب. إذن لابد من العودة أخيرا إلى مسار سياسي. من هنا أقول أن مؤتمر القاهرة فتح الباب لأن يكون للعرب دور كبير في فتح المسار السياسي وليس للأمريكان والأوروبيين. العرب الآن يستطيعوا أن يضغطوا بهذا الاتجاه، ونحن نريد فتح، لا يعني ذلك أنه بكرة حيصير حل سياسي، لا، فتح المسار السياسي يلغي المسارات العقيمة التي أورثتنا حروب ومذابح. لا زالت إسرائيل، يا رجل إسرائيل طرح وزرائها حرق وإبادة
قرى فلسطينية بكاملها علنا في الكنيسة.